كما خوت في ديك اليوم نوراكم كيفاش كنطوي ولاش ديال الوليدات ثم الاخوان تشوفهم بعد ما خرجوا اول عش كما كتلاحظوا هما تبارك الله كانوا عندها 9 وليدات قسمنا لها واحد عطينا زوج اخرى باش نعاونوها شويه كما كنا كنحضروا الخوت نوضعهم في حاجه بحال هكا. انا بالنسبه للاخوان شخصيا ما كنستعملش نجاره عندي ولكن ما كنستعملهاش فايت ما تولي شي وليدات صافي ما بقاش كنستعمل هذاك الشيء علاش اما كما كتلاحظ الاخوان هادو رباهم نورمال وهم لاتينو عطات تقريبا هذاك عين حمراء تا هو هو هذا عين حمراء انا 3 عين حمراء جوج نورمال هذا تا هو طالع عين حمراء هذا تا هو عين حمراء هذا تا هو باقي صغيرة باقي ما ركبناش ليه كاع البعض هذا هو طالع تا هو نورمال ها هو الاخوان ها العشة ممكن يتكعدو على هاد الشكل انا بعد ما دارو تقريبا 5 ايام هنقوم نتنجو في العش اما كما كتلاحظو الوليدات هما هادو اللهم بارك كما قلت لكم كانوا عندها 9 نقصنا لها واحد عطينا واحد جوج لاتينوية هنا كنعاونوها صافي باش ميبقاوش عندها الوليدات بزاف اما كما تلاحظو الاخوان بالنسبة للانتاج الخوت بغيت يكون عندك انتاج مزيان توفر لهم تغذية مزيانة وتوفر لهم فيتامينات بالنسبة لنا شخصيا كنستعمل الاومنيفيت والبيض والخضرة مرة في السمانة وتوفر لهم تغذية متوازنة وراه يعطوك تبارك الله الانتاج هانتوما كما كتلاحظو الاخوان كان هدا هو العش هاد المرة صافي تسبق لي درت لكم فيديو راه كانت التفريقة اللي فاتت عطاتني 4 وليدات اما كما قلت لكم بعد التغذية وهذا حد ديك الساعة قلت يلاه جبتها كانت اول تفريقة عندي هادي تاني تفريقة عندي اما كما كتلاحظو الفرق هو شاسع الخوت بين التفريقة الاولى في شيلا جبتها وبين هادي كما قلت لكم الاخوان عطاتني 9 ديال الوليدات اما كما كتلاحظو تبارك الله وغنوريكم ولد بولد ان شاء الله بين ما خوا العش غنوريكم الوليدات ان شاء الله الاخوان اللي بغا يخدم بالنجارة يديرها انا شخصيا كما قلت لكم ما كتستعملهاش بغيتي تخدم بالنجارة ديرها الا مكانت عندك معاها المشكل هني هاني انا ملي كانو مطويين ليك الوليدات صافي ما بقيتش بغيت نديرها هو هذا كيما ورينا واحد بواحد هو هذا الاخوان بكر نورمال طالع الاب ديالو زرق هذا لاتينو عين حمراء هو كيما هذا هو الاخ الكبير هو خوته هو عين حمراء وهذا خويا يلاه تمنا لي باقا قبيلة هذا صغير هو تبارك الله باقي الله يسعد عندو 7 ايام هذا خوهم تا هو طالع نورمال هذا خويا يلاه تمنا لي باقا غير هذا هاد اليوم طالع عين حمرا تا هو كاين هذا تا هو طالع عين حمرا هذا تاهو تاهو عين حمرا لاتينو هما كما تلاحظو الاخوان هاهو بعد ما نضفنا العش ديالهم هداك صغيور مزيان هذا هو النتيجة الاخوان ديال هدا صافي هاهم بعد ما نضفنا العش غدو ليهم هما كما تلاحظو هاهم زوجة هاهم نتوا لاتينو عين حمرا كان نورمال زرق بعد ما قمنا تنقص العش ردو العش البلاصة ديالهم هاهو الخوت بعد ما ردينا العش البلاصة ديالو هما الاخوان زوجة اللي كيما قلت لكم ربيناهم بس هاي الام ديالهم دخلات الام ديالهم دخلات الاب واحد نورمال ونتوا لاتينو عين حمرا كان اخوت هذا هو الفيديو ديال اليوم هما كنشكرو الناس اللي كيدعمونا بلايك وبكومنتات زوينين وكان هذا هو اخوتي هو الفيديو ديال اليوم ونتمناو كانت شي حاجة شي فيديو جديد نناقشو مواضيع اخرى ان شاء الله وهذا
يلا خوتي تواصل عليكم كاملين، تحية لكم كاملين.